عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كل على خير وبخير، وان شاء الله تكون بصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم في القناه ديالي، اللي هي قناه سعيده الجوادي. مرحبا باي واحد زاد عندي، كنقول له مرحبا بيك، واشتراك ديالك كيشرفني، ولي كومونتير ديالكم لي لايك كيشرفوني والله الا كيزيدوا يفرحوني، هما اللي كيحفزوني باش انني نزيد نشارك معكم الحياه ديالي، نزيد نشارك معكم اليوميات ديالي، شنو كندير، يعني تستافدوا مني، نشوف هكا يعني تمشي لي الهضره. المهم تستافدوا مني اي حاجه يعني زوينه انا كنعرفها كنبغي نشاركها معكم، واللي كنبغي نقول لكم هو ان الانسان يعيش كيف ما عطى الله، يعيش الحياه ولو ما نخليوش يعني الحياه ديالنا تحبس عند واحد الهدف، او نحرموا راسنا من بسبب واحد، يعني بسبب هدف واحد يعني تحرمنا منه، نحرموا راسنا من بزاف الحوايج زوينه في الحياه ديالنا، يعني ما نوقفوش الحياه ديالنا. ودائما غادي نبقى نقول لكم واحد المبدا، اللي عنده صحيح صوره عنده كل شيء، حنايا نخليو راسنا حنا اللي نتحكموا في الحياه، ماشي الحياه اللي تتحكم فينا، باش هكا نعيشوا مزيان ونبقاو فرحانين. وهذا انا ماشي غنجي غنقول لكم حتى انا ما كيطلعش ليا الدم، حتى انا ما كنتعصبش، انا ما كنملش من الحياه. شوفوا بالعكس، شوفوا انايا يعني مفقود ليا الامل انني نتعالج، ولكن دائما عايشه على واحد الامل انني واحد النهار غادي نوقف، حيت كتبقى كل شيء بمعجزه ديال الله وكل شيء بيد الله. يعني كيبقى الطبيب يعني غير سبب، يعني كان يعني دايره املي في الله، املي في الله وضحكه والحمد لله، يعني غاده كما تنقول، غاده في الدنيا وصافي، يعني الحمد لله. يعني الانسان يعيش نهار بنهار وما يحاولش انه يحبس على نفسه او لهذا. عرفتوا علاش كنقول لكم هاد الميساجات هادي؟ وبصراحه ما كنلقاش، ما نكرهش انا نكون في ديك اللحظه ونعبر لكم هكا، نعبر لكم يعني بالصح، يعني نعبر لكم ماشي غير بالشفوي بالتطبيق وهذا، حيت كاينين بزاف ديال الحالات اللي ما متقبلينش روسهم، كاينين بزاف الحالات. شوفوا راه حتى انا رغم اللي وقع ليا هادشي كنقول كيفاش غادي نعيش الحياه وانني انا مسلوله، ولكن ربي رغم اللي كيبتالي واحد العبد، يعني كيقول لك اذا حب عبدا ابتلى، يعني ملي كيبتالي واحد العبد يعني كيرزقو الايمان، الصبر، القوه، النسيان، حتى النسيان راه كتنسى كان كيفاش كنتي كتمشى. ولكن اهم حاجه بصح هو الانسان ينسى الماضي، ينسى الماضي باش يعيش الحياه ويشوف الحياه القدام، ينسى شنو داز وهذا، يعني يبني حياته ويشوف القدام، يعني نساو اللي خسرنا، نشوفوا اللي جاي القدام ما نضيعوش. ونخليكم دابا غادي تشوفوني علاش لابسه الاحمر. غادي نمشي واحد العيد الميلاد دابا، داكشي باش قلت لكم عيشوا الحياه. يعني الحمد لله هاد الايام هادي دازت عندي كل العرادات، كل يعني مناسبات، جاو عندي ضياف، مشيت حتى انا ضيفه العرادات هذا، الحمد لله. نتمنى يا ربي هاد العام يعني يكون، علاش لا، انا قلت لكم عايشه على وعد الامل، يعني يكون هو يعني العام الشفاء ديالي والفرحه ديالي، يعني مادام دخل هكا بعرادات ومناسبات. نتمنى يا ربي حتى انا تكون عندي مناسبه ديال الوقوف ديالي ان شاء الله يا ربي، والله يفرح كل واحد، والله يعطي لكل واحد ما كيتمنى. كيف ما قلت لكم دابا غدا لواحد العيد الميلاد، مهم علاش دايره الحمر، حيت هو عيد الميلاد ودادي ديال واحد الاخت اللي هي وداديه، ودايره كل يعني دايره يعني عيد الميلاد يعني وداد، دايره كل شيء بالحمر. المهم درت الشال وغادي تحقلو معايا، المهم المتتبعين ديالي شنو شريت بجوج دراهم، ديك النهار الجاكيت اللي شريت بجوج دراهم، حيت انا قبل ما ندير الحادثه كنت كنموت على اللون الاحمر، ومن بعد ما درت الحادثه يعني وليت كنزعم في الالوان بزاف وهذا صافي. ودابا غادي نلبس معاكم هادي، صراحه ما لقيتش عندي شي حاجه في الاحمر، ولبست راه ما كتبانش حمراء كيف ما هي في الحقيقه، لبست هاد اللون الاحمر باش حتى انا نمشي مع الموجه ديال عيد الميلاد، نمشي معها حيت فريمون حتى انا بصح وداديه، داكشي علاش كنموت على الوداد، وجاتني مزيان انني نلبس الاحمر. المهم دابا غادي نخليكم، ما نقوش عليكم دو 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 دو. يلا غادي تخرجوا معايا ان شاء الله، غادي نمشيو لعيد الميلاد، واللي درته كيف ما ديما هانتوما معايا، وما تمشيو فين، بقاو معايا حتى الاخر.
انا خرجت دابا عفتو الموت 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 ديال البرد صراحه الموت ديال البرد. ها هي التيكيطه ديال 2 دراهم. واحد البنت ديك النهار حلفاتني قالت لي شوفي هذا الشيء راه ماشي ب2 دراهم، قلت والله حتى ب2 دراهم، زعما ما كانش عليا الحلف ولكن غير شوفوا يعني ببساطه شنو كتعطى، والله الا ب2 دراهم. المهم حنا نتوما غادي معانا الموت ديال البرد صراحه. غادي نمشي دابا هاني خرج وغادي نيت نوريكم واحد شويه الربيع اللي كاين حدا دارنا. هانتوما غير واحد الدجاجه هي كتكون تتقعقع ملي تسمعوني كندير الفيديو. شوفو معانا هنايا الربيع الطبيعة والخضورة، هانتوما الأجواء هنايا. هادشي راه حدا دارنا، مرحبا بأي واحد عندي، راه كنقولها دائما مرحبا بيكم والله. المهم هانتوما حنايا قربنا دابا الدار اللي غادا ندير عيد الميلاد، حنا قربنا. سمحوا لي كيتزعزع التليفون مع الكاروسه عاد تخش تخش تخش. يلا هانتوما معانا هنايا دابا راني دخلت كنصور معاكم في المحطه المملحات فخا، كلشي ودادي كلشي حمر. هنايا انا كنقول لكم مرحبا بكم. هنا دابا وصلت دزيت هادو باش نوريكم السميه ديال الوداد البيضاوي. كنقول سي محمد قرب عندي نزوم نساوش راني وداديه. هنايا الطبيله كيفاش مقاده، لا تارت المملحات نتوما شوكولا لي بونبون في فيخات حتى الفريش طاش بالحمر. كلشي بالحمر صراحه تبارك الله عليا يعني كلشي. انا غنوريكم من بعد غادي نوريكم حاجه بحاجه، تما راه هي اللي وجدات هادشي كامل راه صرا عندها غير 17 عام وتبارك الله. هانتوما نفخة تما في منادي الوداد البيضاوي داكشي زويون بساطة ولي عندك شي غزازة وصافي. هاد الطبيلة ديالنا والنفيفيخات هان اللي صورتها هانتوما معايا. هنايا جاب ولد عمي هذا ديال الراجا قال لي لا لا اختي ديري لنا خاطرنا تصوري بالراجا. زيد تنقول لها انت خويا راه ديما الوداد صراحه دا زواعر ثلاثه ضد ثلاثه. عندها 17 عام، هي مولات عيد الميلاد. اللولين كرواسة فيها الدجاج الدجاج الخص، هناك بيتزا، هنايا المملحات درتهم على هذا الشكل، هذا عجينة عادية فيها الطون وداكشي جاو غاليين صراحة. هنا الخبز ديال الطوست تا هو دارت فيه فرماج وبتاع
سناكس هادو اللي حمقوني هادو بكريم باتيسري يعني بالفريز الكيوي شوكولات والكوك دابا تعرفوني كنموت على الكوك. هادو درت تحت مالحين والفوق في كريم باتيسري جاو مذاق واعر وذوقاتهم هكا بالشوكولات والملون. هنايا عاوتاني حتى التورطه من صنع يديها هي غادي تقطعها معاكم. نتمنى لها يا ربي عيد ميلاد سعيد طول عمر ان شاء الله بالصحه والسلامه والنجاح في حياتها. شوفوا البساطه اللي تلفات لكم ديروا الزلافه فوق من التبصيل داكشي غزال. كل الافكار ديالها صراحه كلشي كيقول لها هي عندها مع التويجيات ومع التقاديد. كنقول لها سيري ديري هذا ديري شي حاجه ديال التصميم او الفندقه او هذا يعني هادشي عندك كتموت عليه. والصراحه شوف راه 17 عام قدات الطبله كلها تبارك الله عليها شي غزال. هنايا طبيل سيرك عارفه الصحه قد الحال جابوا لي هنايا حاطه ديما الوداد داكشي كلشي ديما الوداد طبيله ديالي. وهنايا غادي قالت لي غادي نفتحوا الهدايا غادي تشوفوا معانا البساطه ديال الناس وشحال هادي. حنا كنا كنديهم صراحه ملي كنا صغار يعني ولاد الشعب نهضر مع ولاد الشعب كنا كنديهم. هنايا هادي باسكيت جابتها لها الاخت ديالها ونسيت البودي اللي لابسه هي ديال الام ديالها غزاله هاد الباسكيت صراحه هي خسارتها زوينه ليها. ونسينا البودي ما صوراتوش قالت لي قولي راه ديال ماما جابته لي ماما الله يخليها لها. البنيته الصغيره حداها كتبغى تكتشف. هنايا غادي نشوفوا عاوتاني الهديه الثانيه. هنا ساعه مع الضو مع ضرب لي الشعه ما هذه جابتها ليها ماماها ولا ما عرفتش شكون. حتى هي ساعه زوينه مع الضو غير تيضرب الضو ما عطاتنيش. هنايا غادي تشوفوا معايا البنيته الصغار شنو جابوا. صابوني يا روكسي صابونه. هنايا قلت لكم شوفوا البساطه يعني انا كنبغي نديش البريستيج. هنا ماروخه حتى البنيته الاخرى جابت لها ماروخه. وهنا الهديه الاخرى حتى هي غادي تفتح. هنايا ريحه حصرحه زوينه في الريحه ديالها حتى هي زوينه. هادو الكادو ديالي مع ما درتش في بابي كادو ريحه وجبت لها بما انها دايره عيد الميلاد وداد البيضاوي جبت لها هاد الريحه هادي وجبت لها غوجالي. اول مقلب لي دار بها الصراحه كنا كنديروه انتم جابوا لها لي كوز داير العرس الخضر كيضحك مع هذا هو المقلب. ما حنايا دابا دخلنا عرفتو سخافت سخافت بالمزيان ومع البرد والشتا وهذا وطلع الهبوط عرفتو دارني ظهري ولكن الحمد لله في سبيل هنا ماشي مشكل. شفتو انا فاش انا قلت لكم قبيله الهضره هكا باش نعطيكم طاقه ايجابيه. شفتو انا باش كنحس راه عندي عجز وهذا هو باش كنلقى الدروج ما كنلقاش شكون يطلعني هذا هو باش كنحس بالعجز. اما بالهبطه ما عنديش مشكل كنحس براسي عاديه. مهم نتمنى ربي يعجبكم الفيديو يعجبكم المقلب اللي داروا في رجل الاخت هناء في هناء. نتمنى ربي يعجبكم الفيديو ما تنساوش تلايكوني لي كومونتير زوينين. نخليكم في امان الله ان شاء الله الفيديو القادم. وشكرا على المشاهده ديالكم والدعم ديالكم ليا وما تنساوش هذه القناه راه محتاجه ليها.